الساعة بتروح انت والعمال بتناموا للساعة 12 بالليل. وبعدين؟ بعدين يجيكم فايز يصحيكم وبتشتغلوا للصبح. يا معلم احنا هلكانين طول النهار واحنا نشتغل في المزرعة، وبعدين فايز ما رحمنا. اسمع، كلهن 10 شجرات اللي نكشتوا عليهن، لا تحملنا فيهن جميلة. كله شغل. بعدين اصلا اذا انا قبلت اشتغل نص الليل، ابو رائد وابو نضال ما راح يقبلوا يشتغلوا. كركوب افندي. بالله يا معلم زيدان لو سمحت بلاش مسخره. بعدين اذا مش عاجبك شغلنا شوف عمال غيرنا يشتغلوا لك شغلك. كركوف افندي، من 12 للستة 6 ساعات، يعني ناقص ساعتين عن دوام العمال العادي، هذه مش حاسبها؟ مش هاي اللي بحكي عنها يا معلم زيدان. شو لعاد؟ انت ما غديتهم يا فايز؟ يا سيدي غدانا. قلنا لفايز يجيب لنا اكل اللي طبخناه بالغرفه. راح الاخ جاب لنا سندوتشات فلافل، وامتى؟ قبل المغرب بشوي. مش وفرت لكم طبيخكم حتى تتعشوا عليه؟ يا سيدي بدناش نوفر، بدنا ناكله بوقته. طيب افهمنا عاد، هات من الاخر. احنا الليله بنقدرش نشتغل يا معلم زيدان، خليها لبكره حتى نتعود على دوام نص الليل. بدك تلوي ذراعي؟ لانه عندي طلبيات وبدي اسلمها. يا معلم حط حالك محله، انت بتقدر تشتغل طول النهار ونص الليل؟ يا مدقرت وقفت لهون. خلص فايز. ايوه احسب لهم دينار عن كل ساعه زياده. مش رايحين يروحوا. اي هو انت مسؤول عنهم؟ انت مختارهم؟ يا اخي تفضل روح احكي معهم وعيني قاعد هون. خلص 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 يا فايز خلص، احسب لهم عن كل ساعه دينارين زياده بس الليله. ها ماشي ماشي الحال. يحرق ديك الفلوس بتخلي الديك يغني بعز دين الظهر الحبره.